تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. اللعب جزء لا يتجزأ من الطفولة، لماذا لا نوفر له فرصة أكاديمية؟ اللعب خلال السنوات المبكرة من العمر يساهم في تطوير المهارات المعرفية للأطفال ويضع أساساً قوياً لمستقبلهم التعليمي. في تقريرنا الأول سنتوجه إلى الصين التي سادت فيها أساليب التدريس التقليدية والتعلم عن ظهر قلب لفترة طويلة. سنلتقي بسيدة خلقت نهجاً جديداً، اللعب فيه يحتل مركز التعليم في رياض الأطفال. شعارات رياض الأطفال في الصين هي النظافة والنشاط البدني، لكن في هذه المدرسة في مقاطعة أنجي شرق البلاد نضيف إليها اللعب. هنا الأطفال يقضون النهار في الهواء الطلق، بعد الإحماء حان وقت البناء. نبني متجراً، مقهى لبيع الشاي والحلوى والكعك. المعلمة قالت لنا أن نبني ما نريد وكيف ما نريد. هذا المفهوم الذي يسمى أنجي بلاي يشجع الأطفال على الإبداع. قبل 15 عاماً تشينغ شوي تشين مديرة التربية والتعليم في رياض الأطفال في قطاع أنجي هي التي أسستها. منذ ذلك الحين يطبق في 130 روضة في هذه المنطقة. عادة التعليم في الصين المعلمون يعطون الدروس والطلاب يستمعون. الآن أعدنا للأطفال حق اللعب، حررناهم من خلال إخراجهم من الصفوف. هنا الأطفال سعداء، أعتقد أن هذه السعادة مهمة جدا للحياة. إنهم يركزون على مهمة هم بحاجة إليها من خلال اللعب. هذه القدرة ستكون لها قيمة في دراستهم مستقبلا. في كل مرة بعد الانتهاء تجتمع بهم المعلمة في الفصول الدراسية. المعلمة تسأل الأطفال: ماذا بنيتم؟ أجاب أحدهم: سفينة فضاء. المعلمة تدعو الآخرين لشرح ما هذا. استخلاص المعلومات أمر جيد لتطوير قدرات التعبير لأنها تجربتهم، لذا يريدون تقاسمها، ولديهم الجرأة على الكلام. خلال نشاط البناء يواجهون صعوبات قد تتعلق بالرياضيات أو بمواضيع أخرى. التركيز هنا على التعلم من خلال الاعتماد على النفس. الأطفال هم الذين ينظمون مساحة لتناول الغداء. بعد الغداء 500 طفل يستعدون للقيلولة. خلال دقائق الهدوء يعم المكان. هذا النهج جذب بعض المدن الأخرى في الصين والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً. هذا العام ذهبت إلى سان فرانسيسكو وبوسطن وماديسون. في ماديسون هناك روضة للأطفال المحرومين، أغلبهم من الأمريكيين الأفارقة. إنهم يريدون حقا تطبيق منهجنا في مدرستهم. في البداية السيدة تشين لاقت صعوبة في إقناع أولياء أمور الأطفال. كانوا خائفين من الأوساخ والمخاطر، لكن من بعد حصلوا على الفوائد المرجوة من التعلم أثناء اللعب، خاصة لجيل الطفل الواحد. لا خيار لولدي سوى اللعب مع الأطفال الآخرين، التعاون معهم من أجل الانتهاء من البناء. مزاجه سيء وعنيف في بعض الأحيان، لكن بفضل الألعاب تدريجياً تحسن سلوكه. لكن ماذا حين يذهب هؤلاء الأطفال إلى المدارس الابتدائية وعليهم البقاء في الصف طوال اليوم؟ تجنب الصدمة أمر ممكن تماماً، لأنهم تعلموا طريقة التكيف أيضاً. هل بإمكان إعداد الأطفال للدراسات الجامعية منذ سن مبكرة جداً؟ هذا ممكن من خلال تدريس شكسبير أو لعبة الشطرنج في سن الأربع سنوات. لا تستغربوا، لنشاهد هذا التقرير في الولايات المتحدة. في نيويورك الوقت يجري بسرعة كبيرة، لذا بعض أولياء الأمور يسرعون بتعليم أولادهم.
ابنها الأصغر جوليت اختارت روضة خاصة بعض الشيء في منهاتن. جوناس لم يبلغ الرابعة من العمر بعد، والدته حددت له هدفاً. أمل أن يذهب إلى الجامعة وينجح، ليس بالضرورة إلى هارفارد أو ييل، بل في كلية جيدة وتهمه. أمل أن يدخل أفضل الجامعات وأن يستند على ما سيتعلمه في هذه المدرسة. جوليت واثقة من مستقبل ابنها، لأن جودارد سكول تضمن وصول تلاميذها إلى أفضل الجامعات الأمريكية. هنا كل لعبة الهدف منها تربوي. Understand why the families are fighting all the time. I'm too busy being in love. وحين يتعلق الأمر بالمتعة لا مكان للصدفة. هنا مسرح العرائس مستوحى من مسرحية شكسبير روميو وجولييت، نص يدرس في المدرسة الثانوية عادة. توجد صورة نمطية حين يتوجب على طلاب الثانوية أو الجامعة مواجهة شكسبير. الطالب يقول: أوه كلا، لا أريد أن أتعلم هذا، لا أحب شكسبير. لديه هذا النفور حتى لو لم يقرأ أو يشاهد له أي مسرحية من قبل، لكن من خلال الجمع بين شكسبير وشيء إيجابي في سن مبكرة لاحقا سيقولون: أوه أعرف هذا، أتذكر أنه كان متعة كبيرة، والقصة التي نرويها لهم بالنسخة الأصلية لا نعمل على تكيفها وغير مستوحاة، وهناك مقتطفات من النص الأصلي. The same story, and they still have Shakespeare's text in them. الأدب، لكن الشطرنج في البرنامج أيضاً. نشاط جمعية الشطرنج في سن الثالثة تركز على تعزيز قدرات الأطفال في الرياضيات والمنطق. You can't do that. You can move straight, but you know if you go here. Okay, what are you going to do now? Boomy. Yep, and leave your king here. أدركنا أن مهاراتهم في القراءة والكتابة قد تحسنت بين 10 إلى 15% لأنهم اكتشفوا قصصاً أكثر تعقيداً من المعتاد. هذا النشاط يوفر لهم فرصة تعلم الشطرنج وتحسين ذاكرتهم وقدرتهم على التكيف وفقاً لتغيير المواقف وتحسين قابلية الحساب والقراءة والكتابة أيضاً. الرسوم الدراسية في جودارد سكول هي حوالي 20,000 دولار سنوياً مقابل 10,000 دولار في رياض الأطفال الحكومية في الولايات المتحدة، مبلغ البعض مستعد لدفعه من أجل فرصة أفضل لنجاح أطفالهم. معلم أو أحد الوالدين، أتعتقد أن اللعب له دور مهم في التعليم وتنمية الطفل؟ شاركونا بأفكاركم على مواقع التواصل الاجتماعي. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.